فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى الإبانة لابن بطة. روى المصنف بسنده إلى منصور قال: قال رجل لإبراهيم النخع يعني ومنصور بن المعتمر يقول من يقول يا أبا عمران؟ قال يقول مقلاس: إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور يعني مؤذنا كان لهم. نعم. وعن ابن سيرين قال والإسناد صحيح. وعن ابن سيرين قال: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. يقول: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. وعن محمد بن سيرين هذا بإسناد صحيح. وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وروى عن الحسن إلى قال: قال رسول الله وأنا في انقطاع. الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرسله كالريح. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقد ورد أيضا مرسلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الروايات روايات عظيمة جدا، وفيها تأسيس وتأصيل على أنه إن جئتنا بالرجال جئناكم برجال فوق الرجال، والعرف والحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الحق بمعرفة أهله. يعرف الحق ولكن الحق إذا وصل إليه المرء يعرف قدر الرجل. يعرف الحق تعرف أهله. عن سليم قال: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. يعني ما دام الرجل لا يحركه إلا الأثر، لا ليس عنده إلا اتباع الأثر سيرا إلى الله جل في علاه، لا يتحرك إلا بدليل، لا يحكن رأسه إلا بأثر ودليل، فهذا على الطريق، يعني على الجادة يصل بها إلى مرضات الله جل في علاه، ليختم له بالصالحات ويكون من أهل الجنات. قال: إذا 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 كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. كل من أدخل على نفسه الفلسفة اليونانية والسفسطة والمنطق وغير ذلك، كل ذلك بحسب المادة التي يعني قد مال إليها. إن تعمقت كان أنزل ما يكون، وإن كانت هامشية كان في الوسط حتى يرجع، يعني حتى يعطى فرصة أن يرجع. قال: ما كان الرجل ما كان مع الأثر فهو طريق، فهو على الطريق. وانظر عندما يقول على الطريق، يعني حتى لو استوحش الطريق وحيدا فريدا فهو على الطريق، يعني على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فليسعد بذلك أن طريقه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست لأي أحد، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. أن يرزق المرء الجادة، أن يرزق المرء الجادة. وعن محمد سيرين قال: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. يبقى إذن أخي الكريم، لا تدعن أثرا إلا وتعض عليه بنواجس، ولا تدعن نفسك لنفسك وهواك، فهذه عبادة لنفسك. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. وورد مرسلا وورد أيضا موصولا: من عمل عمل قليل في سنة خير من أعمال كثير في بدعة. شوف انظر، يعني جعل الأمر هنا على الخيرية وعلى الأكثرية على السنة، فالسنة بركة، والسنة سفينة النجاة.
قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي رواية عن الحسن مرسلا قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الذي نبحث عنه، عمل قليل في السنة ولا يتنطع ولا يأتي ببدع يريد يستكثر، والمسألة عند الله مش بالاستكثار. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. فيقطع على المتكاسلين والمتخاذلين والشياطين كل باب أنه قال وكل بدعة ضلالة. فقال خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. فهيئ النفس إلى أن ترد هذه البدع وأن تستمسك بالسنن، فاستمساكها بالسنن نجاة واتباع البدع هلاك. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وإليك الرعب الأكيد والتخويف الشديد لأهل البدع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليختلجن أقوام من بين يدي فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لتدري ما أحدث بعدك. وورد أيضا عن ابن مسعود أنه قال قليل عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، لأنه ما ازداد العبد ببدعته من الله إلا بعدا. قال ابن مسعود عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال أيضا عبد الله الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وكل بدعة ضلالة. هنا خير ليست على بابها، إذ لا اشتراك بين الخير والشر، إذ لا اشتراك بين السنة والبدعة، لا اشتراك، فهي ليست على بابها. نفع الله بكم جميعا. ولذلك قال عبد الرحمن بن يزيد قال رسول الله، قال عبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد. طبعا المسألة ما في خيرية بين البدعة وبين السنة، فكانت على بابها من لغة العرب. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والبدعة هلاكة والبدعة ضعيفة جدا. مطر الوراق قال عمل قليلا أو قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. من عمل في سنة قبل الله جل وعلا قد قبل الله منه، ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته، لأن صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا عمل. قال فهزموهم بإذن الله، يعني هو كان متسببا أيضا في نجاة التمسك بالسنة، يكون سببا في نجاة المرء، والتهاون في البدعة يكون سببا في هلاكه. عدم قبول الأعمال حجب الله عنه كل شيء إلا أن يتوب، وأيضا يكون منبوذا لأن هجران المبتدع الضال من السنة. وطبعا المسألة تحكمها مقاصد الشريعة، لكن من السنة هو هجر أهل البدع أو التعامل مع أهل البدع بطريقة تردهم. آخر حديث في الباب قال سمعته الفضيل بن عياض العمطر الوراق قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. من عمل في سنة قبل الله منه، ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته. وقال فضيل كان يقول عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فأجمعوا الصحابة الكرام إلى أنه العمل اليسير في السنة خير من عمل كثير وفير في البدع. والله يقيس الناس بالسنن وأيضا بالقلوب. والذي يأتي ببدع ما له من القلب، أقول الذي يأتي ببدع هواه تحكم فيه. وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقف عند الفوائد المستنبطة. السنة تطمئن القلوب، السنة سفينة النجاة، السنة مضاعفة الأجور، السنة يعني الاحتياط للنفس بالسنة.
البدعة صاحبها غير مقبول مردود. قال في آخرها فالسنة سبيل النجاة والبدعة سبيل الهلاك. إن شاء الله الحديث بقية على ذلك في الدروس القادمة. تأمرون بشيء؟ هل من سائل؟ عشان يكون فعلت ما عليها. عليكم السلام ورحمة الله. جئت وانتهينا. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المبيل.